نبدأ بالتمبلت اللي صنعناه هذا الـ A4. راح نعمل له إيش؟ راح نستعمله، خليه هو تمبلت فاضي كده، لكن عشان تكتب عليه وترسم عليه اعمل Save As. نعمل Save As ونسميه Shaft. شافت، فيصير هذا الفايل فايل ثاني غير الفاضي الأول للتمبلت. تمام. طيب لو فتحنا الشافت خلي نشوف الشافت فين عندنا. هذا الشافت، لما الشافت يكون مفتوح على سوليد ووركس، طبعا بعطيكم كم طريقة عشان تسحب المساقط. لما يكون الشافت مفتوح على سوليد ووركس يمديك تعمل ايش؟ بامكانك انك تروح على دراوينج، هذا التمبلت في اليمين هنا في بعض اللينكات بعض الازرار، الرابع على اليمين هذا فيو باليت، فيو باليت تضغط عليه، ثم تيجي هنا فوق على هذا السهم تفتح تيجي معاك بارت 4 اللي هي الشافت. تمام، شايف تحت هنا طلعت معك العديد من المساقط للشافت. أول شيء لو نشوف البي دي اف اللي معانا، هنا معانا 3D لتوضيح شكل الشافت، فخلينا نبدأ بها الأول. آيسومتريك، شايفين الآيسومتريك هذه؟ يكفي أنك تضغط عليها وتسحبها هنا، تضغط عليها وتسحبها هنا، بكل بساطة رسمت معك 3D. تمام؟ رسمت معك 3D. طيب فتح معاك هنا لو تلاحظ على اليسار أقصى اليسار فتح معنا إيش؟ فتح معنا ديالوج ويندو. خلي نشوف السكيل هنا كم طلع معنا؟ السكيل كم هنا؟ خلي نشوف السكيل اللي طلع معنا 1:1. تمام؟ بالنسبة لل 3D للايسومتريك، لكن هنا اللي عندنا على البي دي اف الرسمة الكبيرة هذه هي 2:1 كبرناها. بنشوف كيف. خلينا نرجع هنا ونعمل سيف، سجل احفظ الفايل. تمام، حفظنا الفايل ممتاز. طيب هلا نبغى نجيب زي البي دي اف، نبغى نجيب طبعا مسقط هنا يكفي لتعريف الشافت، نبغى نجيب الشافت هذا بمقاس على هذا البوزيشن بمقاس 2:1. راح نعمل ايش؟ نرجع على سوليد ووركس ونضغط على اقصى اليمين هنا الزر الرابع هذا، شايفين؟ راح نسحب واحدة من الفيوز، شايف؟ هذه الفيو مثلا هي اللي تناسبنا مع، شايف؟ او ناقصة لازم نعمل عليها روتيشن. نبغى نشوف الثقوب هذه مقابلة لنا. طيب خلينا نرجع على سوليد ووركس. طيب نسحب اي واحده من الفيوز، هذه مثلا، رايت فيو. تمام، طيب رايت فيو طبعا تشوف بيجيك معك بروجكشن، لو تبغى مسقط هنا لو تبغى مسقط هنا لو تبغى مسقط هنا براحتك، اضغط كليك بس، لكن احنا ما نبغى نعمل اسكيب. طيب نعمل تحديد للمسقط هذا، يجي متقطع كده داير عليه تحديد بس صغير. ثم ماذا نريد؟ نريد احنا نبغاه واقف زي كده رأسي. ايش نسوي؟ نحدد هنا ونعمل ايش؟ رايت كليك. رايت كليك الامر الرابع زوم بلان روتيت، نعمل روتيت فيو، نعمل لها لفة بتسعين درجة. أيوة ممتاز، كلوز. ثم نبغاها أكبر، طبعا هنا 1:1، هنا لو تنزل يسار تحصل 1:1. يوز كاستم سكيل، نعملها 2:1 كده، ثم نعمل أوكي. تمام، طبعا هذا السكيل تبع المسقط، فنشيل من هنا، يمديك تسحبها طبعا تمسكها شوية كده وتسحبها.
ما دام السكيل اللي شغالين بيه 2 على 1 فضروري انه السكيل اللي تحت هنا في الورقه يصير ايش؟ 2 على 1. طيب ممتاز، نروح على شيت، رايت كليك، اديت شيت فورمات، ونيجي تحت هنا دبل كليك، ونعطيها هنا 2 على 1، ثم اسكيب اف، رايت كليك على شيت، اديت شيت، واعمل حفظ سيف. تمام، ممتاز. طيب نبغى هذا الفيو نعمل عليها ايش؟ نعمل عليها broken out section، شايفين؟ نبغى broken out section، يعني section مكسور، شايفين السكشن المكسور هذا؟ broken out section. طيب احنا الثقب معانا هنا فوق ولا تحت؟ خلينا نشوف الثقب معانا هنا هل هو فوق ولا تحت؟ كيف نشيك؟ نظهر الخطوط المخفية، نيجي على اليسار هنا ونشوف، هنا تختار ايش الفيو اللي تبغاه. الثانية بيعطيك الخطوط المخفية كده، صار معانا الثقوب من تحت، يعني البوزيشن هذه تمام اللي موجودة معانا في البي دي اف. طبعا نشيل منها هذه، نخليها بدون خطوط مخفية. اوكي، ويلا نعمل بروكن اوت سكشن. كيف نعمل بروكن اوت سكشن هنا؟ نروح على View Layout، View Layout، ونضغط على Broken Out Section يطلع معانا Spline Line هذا، نروح نعمل به إيش؟ نروح نرسم زي ما شايفين هنا على الـ PDF، شايفين؟ عندنا من فوق من هنا نرسم خط كده، طبعا تضغط وتمشي. شوية شوية، أفضل شيء تعمل لك زوم. طبعا طلعت معانا من هنا، خلينا نشيلها ديليت ونعيد مرة ثانية على الزوم كده. طيب نعيد مرة ثانية، اسكيب، طبعا ما تعمله متقطع، هذا لازم يكون ايش؟ متوسط. بروكن اب مرة ثالثة، هنا انهينا السبلاين اللي عملناه. طيب عمق البروكن اوت سيكشن هي الى النص، خلينا نشوف، هي الى النص، نص من السطح اللي فوق، يعني هو قطر 18 على 2 9 ملم، نعملها 9 ملم، خلينا نشوف، يلا نجرب، نعطيها هنا 9 ملم، ممتاز 9 ملم، يعني إلى نص 18 كده، كده طلعت معنا البروكن اوت سكشن، ممتاز. نعمل حفظ. الآن راح نعمل ايش؟ نرسم ال، راح نرسم المحاور هنا الاكسس سنتر لاين، شايفين سنتر لاين هنا؟ نضغط هنا وهنا ثم هنا وهنا، ممتاز. اوكي، طبعا ممكن نمدد في السنتر لاين هذا الى هنا، ثم السنتر لاين هذا
إلى هنا نعمل حفظ. هذا البروكن اوت سكشن. الآن باقي معنا المقاسات. خلينا نشوف المقاسات المطلوبة هنا. قطر 8 12 18. يلا بكل بساطة معنا سمارت دايمنشن. يمديك تضغط هنا، هو يعرفها قطر على طول لأنه يعرفها سلندر. أيضا هنا على طول قطر 12، أيضا هنا على طول قطر 8. طبعا هنا طلعنا من البوردر، لازم نعمل ايش؟ نروح ننزلها شوية. ممتاز، حفظ. يلا باقي المقاسات 80 40 سمارت دايمنشن، من هنا إلى هنا 50، من هنا إلى هنا 25، كله 80، يعني من هنا إلى هنا 80، ثم من هنا إلى محور الثقب هذا 40، حفظ. ثم القطر هذا الصغير طبعا سمارت دايمنشن، نعيدها، من هنا قطر 6، وبعدين شوف في عندنا 40 80 2 في 45. طيب الشنفر، الشنفر دايمنشن سمارت دايمنشن، المفروض يجي معنا، خلينا نعمل حفظ. الشنفر 2 في 45، حفظ. ايش تاني؟ خلاص كل المقاسات موجودة معنا ما عدا القطر الأخير هذا الثقب سمارت دايمنشن، هذا قطر 6. اوكي حفظ. اوكي رايت كليك على الشيت، اديت شيت فورمات، مكتوب عندنا خلينا نعملها زي الموجودة في البي دي اف كلاس وورك 6. اسكيب اسكيب اديت شيت ريبيلت سيف اف. خلصنا الشيت هلا تبع الشافت، عفوا رسمة الشافت في بضع دقائق. أيضا ممكن حفظ هذا as a PDF، تروح تفتح save as، تفتح اللي تحت هذه Adobe Portable Document Format PDF، تعطيها OK، تختار المكان طبعا، خلاص حفظت معك PDF زي كذا. هذا PDF أصله SolidWorks.